هنا جاكيتي دي في العربيه يا باشا. لا ده انا جاكيتي بني. ايه دي؟ لا دي لقيناها في شنطه العربيه. في شنطه العربيه؟ اه. طب ما لقيتش معاها قميص وبنطلون بالمره اللي مكسوها؟ لا هي بس. الله يبارك لك يا كابتن. شكلي يا ريس قوي. المفتاح يا باشا. شكلي قوي. بتاع ايه ده؟ بتاع العربيه؟ اه بتاع العربيه. والله نسيت ان العربيه بتدور. ماشي يا باشا. شكرا. اتفضل. مع السلامه. اسمك كريم ايه بقى؟ ابراهيم. الله يخليك يا اسماعيل. مع السلامه. ده كده عظمه قوي. ده كده عظمه قوي. بكري بيه عاوزك في كلمتين. اوعى تفتكر ان انت لاوي دراعي انا ولا رشدي بيه. لا انت متورط زي هنا بالظبط. افتكر كويس العقود اللي مضيتها مع اللعيبه والعقود التانية اللي مضيناك عليها وانت مش عارف فيها ايه ولا عارف هتوديك على فين. انت زي حتة الشطرنج احنا بنحركها زي ما احنا عايزين. الاسطوانة اللي في ايدك خطر عليك قبل ما تبقى خطر علينا احنا. احنا شفنا كل حاجة من الكاميرا كنترول بتاعة الاوتيل لحد ما المصورات يحط الاسطوانة في جيبك. بيتك جاد يا سيدي. خلصت كلامك عم بكر؟ خلاص. احب اطمن سعادتك بقى ان الاسطوانه معايا وشايلها في مكان الدبال الازرق نفسه ما يعرف لهاش طريق جره. مش الدبال الازرق برضو بتاع الاماكن الخبيثه ولا ايه؟ انا بقى شايله في الاماكن الخبيثه اللي ما يعرفهاش الدبان الخبيث ولا جمعه. يعني الاول بالبلدي اخد حقي. حقي بالكامل. 50% من العمليات اللي اتعملت من ورا ظهري وانا في وسطكم كده هفق. عوض ماليش اي لازمه. زلوط من غير الالف. مش شايف ان كتير 50% يا بوشكاش؟ حقي. حقي ولا مش حقي؟ واخده. وحتى لو وصلت ان انا دب ايدي بمصارين سعادتك واطلع المصران الغليظ واحشيه رز بالخلطه وارجعه نص سوا تاني. الله ده انت بقيت ساحر اهو. وممكن اطلع لك بيض من وداني لو عايز. بوشكاش انت مش قدي. ايه يعني؟ اكبر مني بقد ايه؟ 5 10 20؟ ما بقتش بالسنين. امال بقيت بايه؟ بقيت بالسنان. السنان يا بكر بيه. ايوه يا باشا. خد كلم. مين؟ سيجنال 2؟ لا ده رشدي بيه. اسمع رشدي بيه. هانيا هانيا. ساعة زمن والاسطوانة تبقى عندنا. بعدها تاخد حقك وتاخد اوراقك وتستلم حبيبتي القلب. سلام يا بتاع الجروبات. اتفضل يا فندم. رشدي بيه وبكر بيه بانتظار سيادتك. والله اتفضل. في سياره. شكرا. قلت لك خلاص يا بكر. خلاص. انت مش فاهمني ان احنا كلنا في مركب واحده؟ عظيم. سيب بقى ده يعني. في ايه ده؟ الاسطوانه لو سمحت. ما هي معايا بس انا في حاجه عايز اقولها. الاسطوانه لو سمحت. الهدوء بتاع حضرتك ده بيقلقني. هي انا عظيم. خش بقى عشان تعرف حبيبتي القلب موجوده فين. ايوه بس انا من ناحيه الموقف اللي حضرتك عملته ده انا وبيظهر فجأة ويختفي فجأة. مساء الخير يا مكبيل. مساء
فات مات بقى. بصراحة بقى أنا عايز أقول لك على حاجة. احنا مش كنا مع بعض ايه المداوه دي؟ ايه يعني بتنتحر عشان خاطر بس كلمة قد؟ ليه يا ولد؟ استاذه هانيه الغندور المذيعه. ايوه انا، مين معايا؟ مع حضرتك برنامج عالم البحار. اخرس يا عاد. ايوه يا فندم، معاكي سيف ابو الخير رئيس مباحث اسم الدقي. عالم بحار ايه ورئيس مباحث ايه يا سفله يا زباله يا وطين يا اللي ما تربيتوش؟ ايه اللي في الادب دي؟ اتفق. انا يتعامل فيا كل ده بسببك انت. يابا خش يا عم، خش. نورت بيتك يا عم، داخل على مراتي ولا ايه؟ تحك ولا ايه؟ بقول لك ايه يا عم، النص مش النص برضو؟ ايوه يعني فاضل لك نص وتبقى كيلو. اصدع يا حاج نص. انا جاي المره اللي فاتت في حادثه عربيه، انما المره دي بقى انا جاي بجريمه قتل. عارف يعني ايه جريمه قتل يا راجل؟ اه والله، من نص ساعه لسه قاتل. حيوده جاي بجريمه قتل. تحيه مني للراجل النتن ده اللي استقبلني في اول يوم، انا كمان بحييك. تمام يا فندم، في زياره عشان بوشكاش محجوزه يا فندم. دخل هذا. تحت امرك يا فندم. بوشكاش محبوس. نعم. زيارة. لمين؟ ليك. وانا عيان ولا ايه؟ زيارة اكل يا حدق. هات يا مرق. اتفضل. بيبي جماعي. بيبي جماعي. ايه فرخة بعتلي جواب ولا ايه؟ انا رشدي هلال يا بوشكاش. مش عيب عليك يا راجل لما سلمني الصوره مضروبه. عموما انا كنت عامل حسابي على كده. لو عايزين فيلم الحبل المشنقه نفذ اللي هقول لك عليه. النهارده المساجين هتترحل على النيابه. الراجل اللي معاك ده كلبش في كلبش هيكون راجل من رجالتك. كل اللي في الحجز معاك قابضين وهيوسعوا لك سكه. اوعى. النور هيتقطع من جوه الاسم. الرجاله اللي موجوده هتحجز على العساكر وهيوسعوا لك سكه انت والراجل اللي معاك. هتخرج من جوه الحجز على طول. تروح تجيب الاسطوانه وتبلغني بالمكان اللي انت قاعد فيه عشان ابعت لك رجالتي يجيبوك لحد عندي معزز مكرم. مساء الخير يا حاج، ممكن تليفون؟ اه اتفضل يا باشا. بعد اذنك تليفون من غير ازعاج بس لو سمحت. انا اسف لو انا بزعجك ولا حاجه. الو، لسه جرس. الو بوشكش. ايوه هانيا. وحشتني. ايوه انا بوشكش. انا بوشكش. ايوه يا ست، هربت مش وقته. ايوه هربت. اسمعيني كويس، وحشتيني انت كمان. وحشتني قوي. انت جبت الحاجه اللي انا قلت لك عليها ولا؟ اه اتفضل. يلا بقى يا بوشكش. ايه ده؟ يلا، مش جبت السكيه؟ جبت الايه؟ السكيه اللي في ايديك. ايه السكيه ده؟ ايه السكيه ده؟ السكيه اللي في ايديك ده. ده اسمه السكين اللي في ايديك ده؟ امال اسمه ايه؟ اسمه سيدي. انت مالك بتطجن ليه كده؟ اسمه سيدي. سيديل. اه سيديل. بس يا نص، بقول لك ايه؟ نعم. عشان عندكم زفر؟ اه في زفر. في زفر. اه في زفر. تاكل زفر؟ ايه رايك؟ شغال. شغال ايه؟ شغال اكل. شغال اكل؟ هي بقت مهنه؟ الاكل عندك بقى مهنه؟ شغال اكل؟ في معدة تستحمل يعني ولا؟ بعون الله. خلاص بعون الله. انت هتزق عربية نقل. خلاص قومي بقى. قومي اعملي لنا، ها؟ اعملي لنا أكلة كده حلوة. ها؟ حاضر. من عينيا. ممكن أبوسها ولا دي فيها حاجة؟ براحتك. بس ابعد نفسك عشان ما رجعش على إيديها. ابعد نفسك. أكلة حلوة كده. ماشي. ماشي أوكي.
عن اذنكم. اتفضلي اتفضلي. حط منوم في الاكل للجحش اللي معايا.